ماشي عادي في الكليه في امان الله. في دكتوره نسيتها بالعربيه، المهم عميد الكليه حب يداري على الموضوع وكده، بحيث ان هو يحمي الدكتوره دي من اي حاجه ممكن تتعرض لها او كده. البنت دي توفت، دي حركه احرار، منهم ناس من هندسه القاهره وناس من اسكندريه وناس من كذا مكان وكده، راحوا عملوا مظاهره سلميه هناك قدام مبنى الاداره بجامعه المنصوره. الناس دي كانوا بيهتفوا، مظاهره سلميه ما فيهاش اي حاجه، ولا كانوا داخلين يبلطجوا على اي حد او كده. طلع 20 واحد، مسك 20 واحد قصدي من حركه احرار، منهم ثلاثه من هندسه القاهره، احمد لطفي رابع اتصالات، مصطفى سيد دفعه اعدادي، عمرو ربيع ميكانيكا. انا احسن مسافر كنت حاطه في الكليه. احنا جايين النهارده من ضمن على مراحل التصعيد بتاعتنا، احنا بنعمل كاس مسيره للنائب العام، المساعد بتاعه للضغط عليه لسقوط الافراد عن زمايلنا. زمايلنا اللي راحوا يدوا حق بنت الدكتوره نزلت بالعربيه ومفيش اي تحقيق حصل في الواقعه، بالعكس لما راح يجيبوا حقها رئيس جامعه المنصوره الفلول خد بالك من سياسات الحزب الوطني المنحل، صابت عليهم البلطجيه والامنجيه، ضربوهم بالمطاوي بالشوم، خدوهم على التحقيق. القانون بيكفل ليهم ان هم الاول ياخدوا نصيبهم من العلاج، بعد كده يتم التحقيق معاهم. هم طلعوا على النيابه على طول الحقيقه معاهم وخدوا استمرار حبس 4 ايام في 15 يوم، حتى الاستئناف كان تديهم 15 يوم. احنا جايين النهارده الضغط على مساعد النائب العام مستشار حسن ياسين، هو المفروض ان هو موجود مكان النائب العام. النائب العام مسافر، هو موجود مكانه، هو يقوم بدوره. نطلب منه شويه افراج عن زمايلنا عمرو ربيع واحمد لطفي ومصطفى سعيد.